مغربيه. واش 40000 ريال عباد الله تقد 40 تقد اسره مغربيه المكناسي غادي يرد واسي والمكناسي انت مالك الشكاع عاوتاني انت مالك ها راني غارق اخويا في واحد تخمام تنخمم على داك السيد اللي قال لك بان 40000 ريال تقد اسره مغربيه هادشي اللي قال لنا اما اسره مغربيه العقل وحده اش نقول لك كيهضر واقيلا على السبعينات هذا ما صاربش الدواء ديالو هذا اللي قالك 40000 ريال تقد اسره مغربيه راه ما صاربش الدواء ديالو شو حنا اللي صاربين الدواء ديالنا حنا كنخمو كنديرو نعمرو هاد الميكا هادي كادي تجيك 40000 نقسموا على ولكن هو قال لك لا اللي عرف يسير راسو باش 40000 ريال قال لك تقدو ما تقدوش ما تقدوش عندك واحد 80000 فرانك هي ديال الخضره في الشهر واه هذه 80000 فرانك دون العطريه دون الزيت دون الدجاج دابا دير 21 درهم ولا 22 درهم زيد عليها 80000 فرانك شي واحد في الدار هذاك خاصك دو لي برانك دير 280 ريال صغيره ماشي اللي عطاوك دواء الحلاقم كيدير 1100 ريال السيرو كيدير 800 ولا 900 الا كان مرض كبير سير للروضه ورقد حدا الميتين زيد كمل المصاريف كتقول لي كيقول لك هو 40000 ريال ديال 40000 ريال حنا دخلنا دابا 26000 ولا 25000 بالعطريه بالزيت بشويه ديال الدجاج اللحم بقى لنا نشوفوه الضو والماء والكراو عاد زيدك فلوس الضو وصلت دابا وصلت واحد 1700 درهم 1700 درهم وبقات 6000 ريال سيدي سيدي جاو عندك سيدي نهار الجمعه جاو عندك الضيفين عندك اربعه الجمعات في الشهر الا جاوك اربعه الناس ولا خمسه الناس تاكل 200000 فرنك تسالات اها وبس كمل الشهر الجاي هاد كمل هاد الشهر باش كيسير ما تدورش فيه الدوسير هو وحدايا ها هو ها هاد الدوسير هذا نقدر نطلب هاد السيد يعطيني نص كيلو تنخلصو له كيلو تنخلصو يعطي لي وندير مع الكريدي ونص كيلو ونص كيلو ايه ويلي ولا كيد واش ويلي التفاح راه رخيصه 10 دراهم 10 دراهم راه يعطيك التفاح شحال 300 ريال 300 ريال اقسم له على 4 ايام ويلي والله تنقسم له على 4 ايام دابا الديسير شحال كتدخل مره في السيمانه مره في الشهر مره في الشهرين ويلي وحق الله المعبود واخا انت خدام حداه كندخلو عا بعيني عا بعيني كنصورو كنشوفو بعيني ويلي ولا بغيتي تسير السكريدي مع نتاع نرجعو دابا للقفه القفه بقات 300 درهم اييه ما تكمل الشهر ديالك ما تقدا الحمام ومنين الحمام العيد الكبير العيد الكبير هذا اللي قال لك 40000 ريال تقد راه ما زربش الدواء ديالو عباد الله ما كيعرفش يحسب المشكل كيتكلم من نيته قال لك 40000 ريال تقد اسره مغربيه هادي يسري الحمص واللوبيا والعدس ويستوكيها ها ها يقدر يسري اللوبيا والعدس والحمص ويستوكيها ويطيب بالشحمه واش ترد عليه تقول ليه واش نقول له والله يهديك على عقلك راك ما صرفش الدواء صرب الدواء ديالك ما تضحكش على المساكن وما تضحكش الا كنتي لاباس عليك انت وكتدوز 40000 ريال في اسره مغربيه ما تقدش تصنت لي نقول لك ها اللي قلت 40000 الاسره اللي هي مطرقه كتاكل احسن منك كتشري نص كيلو ديال التقليه ب 700 ولا ب 600 وكتوكل 10 الناس وقيلا دا عايش باداز و والني قال لك راه ما صارش الدواء ديالو هذاك ولي عاود الحساب ديالو الدواء زياك ولي كيكون بلا الحم وقيلا كيدير هاد الدواء زياك كيف زق الخبز ويدير عليها شويه ديال العدس والبصله وياكل رفيسه العميه رفيسه العميه وراها بلا دجاج ولكن راه بنينه هي في الحقيقه ولا طيبتيها الا طيبتيها بالشحمه راها بنينه او انت كدير بشحمه بالشحمه ما كاين لا زيت لا حتى شي حاجه الشحمه رخيصه حتى راه هو كتمشي عندك الشحمه حتى هي راه غاليه وتمشي عند الجزار كيعطيك شويه ديال الشحمه هو بالعكس الشحمه غاليه والله يا سيدي لك كيعطيك عظيمه وشحيمه بالله العظيم دابا 40000 ريال اللي قال لك كمال ما صحيحش وما تقدك حتى بالسبيطار اه دابا انت شحال كيقدك في الشهر ديال اش ديال المصاريف انا بوحدي الله كتبان عليك انا بوحدي انا بوحدي هنا عندي قهوه في الصباح وقهوه في العشيه ايه وبرداتي في الدار عاد الدراري ايه المغاربه اللي ما عندهمش تياكلوا احسن من اللي لاباس عليهم ويلي عندهم المعده صحيحه هذاك اللي لاباس عليه راه كياكل عرب بوماده واللحم ما كيشويش بزاف علاش مريض حيت معد الماتيريال الله يشافيهم الاله ديال المعده ديالو خاسره الله يشافيهم علاش قول لي علاش حيت يزيدوا علينا كيزيدوا علينا في الاسعار والمسكين كيحط يدو في الحاجه ما كيلقاهاش راه كيقولوا ازمه عالميه هذه ماشي عالميه ازمه مغربيه ازمه مغربيه ماشي عالميه راه ملي كيطلع البترول كيطلع على كل شيء حلا واش حنا تناكلوا البترول في الحرب وكنجيبوا من اسمع لي الله يرحمها هذيك الله يرحمها هذيك شوف
المغربي اللي ما عندوش ياكل الخبز يابس بتم بصلت وعايش بقدره الهيه الحمد لله. حتى واحد ما كيباس بالعشاء واخا ما خاد زطمو علينا كما بغيتو زطمو. حتى واحد ما كيباس بالعشاء بعدا وكتباس من قفو من فوق واخا بالخبز والزيتون غنى تاع عز الزلال الله يذكرها والله الله يرحمها خبز وزيتون الى زعنا سميره بن سعيد 75 وزيدك هذا المسكين كياكل راه واخا تشدوا عليه بيبان كياكل. بالنسبه للوليدات اللي كيقراو بحالاش الكتوبه ديالهم والكتوبه كيبغيو الكوليكسيون والكتوبه قالك هذه عطاهم في المدرسه الكتوبه فابور والله ما شدوهم ولادنا والله ما شدوهم دابا رانا غادي لواحد 80000 فرنك هي ديال الكتوبه 80000 فرنك هي ديال الكتوبه نقصت لك من هذيك الربعه اللي قال كمال وكريدي في المكتبه وباقى لي السكوره ولكن علاش ما وجهتيش الكتوبه؟ كاين الشكاره ديال 16 والمكناسي علاش ما وجهتيش الكتوبه في الصيف؟ ما كنتيش عارف كاين دخلت المدرسه شوف كنا نقلبوا على القدام ما عرفناش شنو عاطينا اييه حتى عطاهم داك الشيء مبزر فيه البزيره بزاف عطروه بزاف هاد الايامات وحنا في 75 قرينا بلوحه وتلاوه اقراء وليفر ديال مينا جولي مينا وغوني فا ليكول والممحه والريشه ما درتي شي حاجه من هذيك القرايه وكان كيعطيونا بكري السكوره ديال الجلد بحال داكشي ديال البوسطه علاش ما قريتيش كان عندك اشكالات شي فابور علاش ما قريتيش انا تبعت لها الام اللي قرقي بسطالي من الصغر ويلي والله العظيم اسيدي ملي كنت صغير كنت ما تنشربش الدواء بحال هذا دابا اللي قال بحال هذا اللي قال 40000 ريال كت قد اسره قد اسره في الشهر شهر اجي ما هضرناش في الكرام هضرنا على الماكله الكرام ما هضرناش فيه قبلتي خويا الا عندك موطور باش دير لي صانص الظلمة انت الشاد ليا ما كاين على الكوا ياك اييه هذيك ما وقعتش شنو هي؟ تبدلات ليبيا تبدلات سمعتيني اخويا والله يزعل تكون شي شركه مغربيه اللي تحن في الناس المساكن ان شاء الله غيكون خير ان شاء الله غادي يكون ان شاء الله عند مولانا ما نفقدوش الامل كاين شي حاجه اخرى؟ وكنشوفك هاز ميك تقديتي ولا مازال؟ وكنقول لك انا على ربي عاد غادي نمشي نقلب ما خدام ما ردام غادي نمشي نشوف كريدي صحابي اللي كيعرفوني واخا حتى دابا خدام دابا انا 60 عام ما خدامش دفعت الرخصه السياقه ما بغاش عطيوها لي خمسه ديال الدواسه علاش هذيك راه عندنا راه هذيك راه عندنا في مكناس اشاده الضعف كنقولها مرارا راه رخصه السياقه ديال الطاكسي عندنا في مكناس هي هي ساده ديال الضعف راه ساعه علاش الله يرحمه الحسن الثاني قال لك مغربي من طنجه حتى للقويره فين ما مشيتي عندك البصمه عندك لاكارت ناسيونال ديالك كولو صرف فين ما بغيتي علاش ما يعطيونيش رخصه علاش ما يعطيونيش رخصه السياقه انا علاش الرزق ديالك العروبيه العروبيه بايعين البقره وجاو عطاوهم الرخصه السياقه الارض هذه ما عطاتكش عطاتني هذه الارض ما عطاتني 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 سمعتيني كيعطيوها من ما بغاو وباك صاحبي دور عندنا النقشه عطاك باك صاحبي سمعتيني انا ما نقول انا قابين ولا والو هذاك الشيء باراده ديالهم تندفع البيرمي ديالي المدارس الحره تيقول لك انت عندك 60 عام مازال عندي ربع سنين بقدر الى هي ولكن راه تخدم سيكيورتي وتخدم ما تنبغيش سيكيورتي ما بغيتش سيكيورتي دابا كتشرط عليهم كيضحكوا على الناس سيكيورتي 12 ساعه كيتشرط 12 ساعه ب 40000 ريال راه تضحكوا على الناس ولكن راه 12 ساعه وانت الكلب واقف لا 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 والله العظيم كيجي مرضيك لا لقاك عمتك شويه انا خدمت فيها خدمت بجيت زيت القمقم لقاني متكي قال لي اييه قلت له الناس اللي ما لاقينهاش اصاحبي قلت له هذيك هي خدمه الناس اللي ما لاقينهاش هذيك خدمه اللي خدمه شريفه انت خدمه شريفه خدمه شريفه في الشركات اللي هما حرار اللي هما حرار اللي كيتهلاو في الكليان شوف هذيك كاتولاس تقول لها اير كاتولاس سميتو تقول هذيك الشركه جروب كات جروب كات 80000 ريال مالهم هذوك ماشي رجال راه عطيهم 80000 ريال مزيانه راه السكيورتي خصو 100 درهم حتى 2400 في النهار انت بشحال 12 ساعة انت بشحال بغيتي تخلص انت؟ اعطوني 100 درهم انا يعني وزيدها بالترانسبور شحال غادي يقدك انت؟ غتكون 1000 درهم 6000 3000 درهم 60000 قادك؟ يلا تقادك في الكرا والضوء والماكلة وكل شيء اذا انت 60000 ريال قادك؟ قاداني اذا كمال الراقي قال 40000 ريال انا نزت عليه 20000 ريال دابا كاين غيخرج ونتحداه غادي يقول لك السيرة ما قاداش نتحداه
المغربي ما ياكلش 100 درهم في النهار. دابا اسمعني نقول لك، المغربي ما ياكلش 100 درهم في النهار. الا خسر 100 درهم كياكل فيها 3 ايام. يشري دجاجه ب 1200 ولا ب 1000 ريال كيقسمها على 8 على 4 ويعاون بالبطاطا ويعاون بهذه وبهذه وبهذه. شحال تخسر في النهار انت؟ شحال تخسر في النهار انت؟ هادي الا خسرت 3000 ولا 4000 ندوز فيها سيمانه. ياك؟ اه. الا طاح الدجاج وطاح الزيت وطاح الخضره وطاح كل شيء. لكن هضروا حنا بهذا الوضع اللي كاين دابا. 100 درهم دوز 3 ايام. ياك؟ اه. هادي الحمص والبيصاره والعدس وسكر شويه ب سكر شويه بالدجاج. الله يدير شي شاول يا خويا. امين الله يرزع ربي يطيح الشا. ولكن رغم هادشي كامل كنشوف كنجيو عندك على الغفله كنلقاوك ديما ناشط واخا يعني مكحط. جيب ربما خاوي والله العظيم سي دابا نحيد السروال تلقى على الشورت خاوي خاوي الريال مشوشو ما عنديش الريال والو كان قدرة الهية ويلي والله العظيم كرام دايرين في البنكة وكتكد البنكة ايه ما قال يدير البنكة على المكناسي ومالها تمريض شوية وقيلة سي الصحافي والله العظيم ترى بحال داك اللي قالك 40 فريد دو الشهر اذا المشاهدين نكتفيو بهذا القدر هذا اخر كلمة للمغاربة اش غادي تقول لهم والله يعطيكم العوين المغاربة ديالنا زيرو الصمتة قالك اليهودي كون كان كرشي من الدجاج كون راه كيبان الدجاج السلام عليكم